مسعود الله يرحمه وجدادكم وحدوا لنا هالبلد وزبطوها لنا وقالوا هذه لكم، يلا عاد انتم يا تراعونها وتقومون بحقها والا اعانكم الله ان تفتتت فانتم المسؤولين عن ذلك. لذلك من الخيانه للاباء لا للمؤسس ولا اجدادكم اللي كانوا معه اللي وحدوا هذا الكيان اللي اللهم يكافي قاره وانا بالطياره ابرسل من القريات الى نجران يريد صدري وانا بطياره وبرات اقول شلون وحدوا هالمسافات الملايين الملايين من الكيلومترات وهالجبال وهالمنخفضات من هلهم وشلون قادر قارة أنا يضيط صدري وأنا بطيارة ومكيف والمضيفة تعطيني أكل وشرب وهذولا على هالحصن وعلى هالبعارين وعلى هالشغلات ووحدولنا هذا الكيان. هل تعتقدون أنه من الخيانة لهؤلاء أننا نمس وطننا بسوء أو نسمح لأحد ليسكم المصريين قبل أمس أنا بمصر قسما بالله لو تقول بمصر شيء مع أنه داج المقرود بس كل بمصر شيء. حنا نترك للناس صرنا كأننا بزعمنا أننا صار الكل يهاجم بلدنا وساكتين ها وبالعكس يمكن بعضنا يساعدهم من باب أني أنا تراني منفتح لا إلا عن أبو سلسفي إلا وطني إلا وطني لأنه بالنسبة لي هو عرضي هو كياني هو مصدر أمان فما ما اسمح لك يا اخي يا اخي انا جاي مش وين ديالنا اي لف بنغلاديش وهو داك جاي يشتغل عندنا بهذا ولف بنغلاديش والسعودي لما تقول له ليش ما تحب وطنك قال له انا ماني مطبل مطبل ايش معنى مطبل فلذلك من حقنا يا اخي نحب هالوطن هذا كمشاعر غريزيه